شكرا على هذا السؤال. طبعا هذا سؤال عريض، فكنت منا يعني طالعوا على الحصيلة التي نشرناها وننشرها باستمرار حول الإنجازات في هذا القطاع. هذا القطاع فيه مجالات متعددة، ولكن غنعطيك عناوين، الوقت لا يسمح نعطي عناوين. لخدينا من مجال ديال المعادن، من أهم الإنجازات في هذا القطاع هو تطوير يعني البنية الجيولوجية، يعني المعلومة الجيولوجية. كثير من الناس يقولوا ما معنى المعلومة؟ هو أن يعرف المغاربة وأن يكون لدى الدولة، لدى الحكومة، نظام جيولوجي يمكنها من معرفة المؤهلات اللي كاينة في البلاد، مزيد المؤهلات. كان وصلنا لواحد المستوى، بغينا نمشيو أبعد ذلك، والآن كاين مخطط ل 2030، وتم استثمار ما يقارب من 40 مليار، يعني 380 مليون ديال الدرهم، ربما وصلنا للخرائط الجيولوجية يعني من الميزانية ديال الدولة في إطار شراكات مع الجهات، لأن درنا شراكات مع الجهات باش كل جهة أيضا تكون عندها تعرف ما هي المؤهلات الجيولوجية اللي كتعطيها المؤهلات المائية، اللي كتعطيها يعني كيف دايرة المعدنية، الثروة الطبيعية اللي موجودة عندها إلى غير ذلك. فكيعطينا جميع هذه المؤهلات، وبناء على هذه المؤهلات طبعا يبنى النموذج الاقتصادي في المنطقة. يعني واش نشجعوا الفلاحة أكثر، ونشجعوا المعادن أكثر، ولا يعني أشنو ممكن نقوموا به. ثم أيضا يعتمد على ذلك في مجال تطوير البنية التحتية. دابا الآن اللي كتبغي دير البنية التحتية لابد من دراسة جيولوجية لكي ننجز الطريق. الأمر الثاني اللي من الإنجازات المهمة هو إعادة النظر في المنظومة ديال المعادن. أولا مخطط معدني جديد 2021-2030، ثانيا تحديد ما يسمى بالمعادن الاستراتيجية. جميع المعادن كانت يعني تعالج بحال المعادن اللي باغيها الصناعة الوطنية، والمعادن اللي ما محتاجها الصناعة الوطنية، بحال المعادن اللي مبني عليها الاقتصاد العالمي المستقبلي، وبحال المعادن اللي هي يعني غير معني بها الاقتصاد العالمي في المستقبل. فكانت كياخذ واحد الرخصة، كينجز، وله كامل الحرية، بغي يدير مصنع يدير مصنع، بغي يرسل هذاك الشيء خام يرسله خام. اليوم هناك لجنة وطنية حسب القانون الذي تمت المصادقة عليه، هناك ما يسمى بالمعادن الاستراتيجية التي يجب أن تعطى لها عناية خاصة. إلى الاقتصاد الوطني محتاج إلى الحديد، خصو عناية خاصة. إلى محتاج الاقتصاد الوطني إلى الكوبالت في إطار الطاقات الجديدة باش نديروا البطاريات، محتاج النيكل، الفاناديوم، محتاج السوفر، محتاج النحاس، خصنا نعطيو عناية خاصة. إلى الصناعة التقليدية محتاجة المعادن باش تزيدوا نطوروا الصناعة التقليدية، خصها تعطينا. فإذا هناك ما يسمى بالمعادن الاستراتيجية، ثم أيضا هناك معادن استراتيجية اللي كيعطي للدولة الإمكانية ديال التفاوض الاستراتيجي مع دول. ماشي المعادن الاستراتيجي بأن تكون مجال تفاوض استراتيجي مع دول ومع شركات دولية اللي كيحترمنا وكيقدرنا وتيفهمنا وكنفهموه، كيمكننا نتفاوضوا معاه من خلال هذه المعادن الاستراتيجية. هذا توجه طبعا عالمي، والمغرب الحمد لله لابد أن يكون سباقا في هذا المجال. الأمر الآخر هو أنه عملية تحيين ما يسمى بالموروث المعدني، الباتريمون ميني. يعني هاد اللي جينا لقينا آلاف ديال التراخيص المعدنية، ما يقارب 3000 و 7500 ولا 8000 تقريبا، 7500 رخصة معدنية. فاتضح بأنه حوالي 3300 رخصة لم يقم أصحابها بأي شيء، قريب من 40%، يعني رخصة بحث أو رخصة استغلال. فطبعا ما يمكنش نخليو هذاك الشيء. ويمكنني نقول لكم الرخصة المعدنية راه أقل رخصة هي 4 كيلومتر على 4 كيلومتر، ولكن يمكن نقول لك راه هذا الشيء قليل ديال 4 على 4، كاين 8 على 8، كاين 16 على 16، أحيانا كاين نصف إقليم، رخصة معدنية فيها نصف إقليم، يعني وفيها معادن مهمة. فخدينا قرار ديال سحب هذه التراخيص، لأن ما قاموش بها بما يجب، سحب هذه التراخيص ووضعناها بطلب عروض الحمد لله نزيه على مستوى كل جهة، والحمد لله يعني خضوه واحد العدد ديال الشركات اللي غيستثمروا الملايير ديال الدراهم، لا أستحضر الرقم، وسيخلقون آلاف وآلاف فرص ديال الشغل وفق شروط القانون الجديد يعني والمنطق الجديد. يهم جميع المعادن، ولكن هناك معادن اللي في إطار الشراكة مع المكتب الوطني للمعادن والهيدروكربيرات يشرف عليها، أو في إطار الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات. حيث طبعا المكتب الشريف للفوسفات هو مكلف بالفوسفات، ولكن يحتاج إلى معادن، مثلا يحتاج إلى البوتاس. البوتاس يستورده، الحمد لله عندنا الآن كنز كبير في نواحي ديال الخميسات في المجال ديال البوتاس. هناك شركة بريطانية اللي غتستثمر ملايير وملايير ديال الدراهم وخدات الرخصة، وهناك المكتب الشريف للفوسفات أيضا اللي خدا الرخصة لأنه كيحتاج البوتاس. مثلا هذا واحد النموذج
هذا واحد النموذج. يمكن غدا يجي نموذج مثلا ديال الفانديوم ولا النيكل ولا الكوبالت اللي كتحتاج في البطاريات، ملي تجي صناعه ديال البطاريات اما مغاربه مع دوليين غادي يجيو ياخذوا هذه المعادن هذه في اطار شراكه معهم ويقوموا بعمليه ديال صناعه البطاريات انطلاقا من هذه المعادن المتوفره المغرب. والمجال فتح ايضا في جنوب المملكه، اليوم المكتب الوطني للمعادن الهيدروكربونات عنده الان الجنوب المملكه يقوم ببحوث كبيره جدا، وكلما كان هناك معدن اللي هو استراتيجي كيبحثوا على شركاء استراتيجيين. طبعا هناك ايضا من الاصلاحات في المعادن هي منطقه درعا تافيلات او درعا فيقيل ل 60,000 كيلومتر مربع اللي كان فيه المنجمين التقليديين اللي الحمد لله احيينا المركزيه ديالهم اللي هي كتاثرهم ما يسمى بتعاونيه بين قوسين، كتاثرهم وكتعاونهم وكتكونهم وكتشري من عندهم ونحافظوا لهم على الارزاق ديالهم ونطوروا العمل ديالهم، ولكن راه 60,000 كيلومتر مربع. فاذا هذه نزلنا القانون وفتحنا المجال امام الاستثمار واللي غيعطي ديناميه لدرعا تافيلات، الجهه ديال تافيلات بالخصوص وفيقيك، وغيعطي واحد الديناميه كبيره جدا من الجانب الاقتصادي. فاذا اصلاحات كبيره في المجال ديال المعادن الحمد لله، واللي يعني ان شاء الله يعطي نتائج مهمه وبدا يعطي نتائج مهمه منذ الان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.